عايز استغل تواجدك معايا ولحد ما تبقى ضيف كريم عليا هنا في البرنامج. اسالك ايه اكتر الحالات اللي لفتت نظرك الاسبوع ده؟ الاسبوع ده الماتش الاساسي بالنسبه لي، انا كمان النهارده ماتش الاهلي حللته، فمفيش مشكله في التحكيم، فمفيش حاجه مؤثره في ماتش الاهلي، لكن الماتش الاساسي اللي انا فعلا يعني مش لاقي مبرر للتحكيم فيه هو ماتش ايستر كومباني وسيراميكا. ثلاث ركلات جزاء، واحده تم احتسابها وده قرار صحيح جدا من الحكم لايستر كومباني، وتم اعادتها برضه بقرار من الفار، وقرار موفق جدا بالاعاده، لان حارس المرمى في لحظه لمس الكره الاولى رجلي الاثنين فركت خط المرمى، وبالتالي القرار كان مظبوط في ركله الجزاء لايستر كومباني، والاعاده كانت قرار مظبوط، ودي بنشيد بيها في الحكم صغير، حكم 26 سنه من اسيوط، خامه كويسه جدا وخامه يعني مبشره جدا ومش عايزين نقصوا عليه، لكن خطأين في ماتش ركلتين جزاء والفار للاسف ما تدخلش فيهم، واحده لمسه يد باينه جدا واضحه جدا واحتجاج غير طبيعي من اللعيبه، كان لازم الفار اللي موجود معاه بخبرات الفار اللي موجود مع بمتلع عبد العزيز السيد على ما اتذكر هو كان فار الماتش دوت، فكان لازم يتدخل عبد العزيز وينقذ الحكم الصغير اللي بيحكم ماتش كبير زي ده، وكان ينقذه بالقرار. الحاله الثانيه الثالثه ركله جزاء برضه لم تحتسب لسيراميكا، يعني ركلتين جزاء لسيراميكا في نفس المباراه في الدقيقه 93 والوقت محتدم والجو كان صعب جدا في الماتش، ولاعب يصعد او يقفز على الخصم ويحط ايده بالكامل على كتفه ويطلع للدور الرابع وساند على الخصم والكره في نفس المكان بيلعب الكره بهده، فاللعبه سهله على اي حكم، لكن ضغوط الماتش واللي حصل مع الحكم، حكم صغير وخبرات قليله، ما احتسبش، والحاجات الغير طبيعيه كانت حصل في اللقطه، وللاسف برضه الفار ما اتدخلش فيه، فاكيد كان عامل استفهام كبيره جدا في الماتش ده، ازاي لقطتين زي دولت يؤثروا على نتيجه ماتش وركلتين جزاء لما يتم احتسابهم لسيراميكا كليوباترا، وسيراميكا على فكره 12 بونت والفريق الثالث من تحت المقاولين 8 بونت، فماتش مهم، وايستر كومباني الفريق الثاني من تحت برضه في منافسه كبيره جدا على موضوع الهبوط، فعندنا منطقتين صعب قوي حكم صغير يتحط فيهم لوجيك كده، المنطقه اللي تحت الناس اللي بتصارح هبوط والمنطقه اللي فوق اللي بتنافس على الدوري، فده صعب جدا ان يديها لحكم صغير، حكم صاعد واعد، وانا اقول لحضرتك ان كل الامكانيات، شفت الماتش بالكامل، حكم تحركات كويسه، لياقه كويسه، حكم يعني من الحكام اللي ممكن نبنيها كحكم دوري في المستقبل يعني، لكن اتحط في موقف صعب وماتش صعب، كان عليه علامات استفهام كبيره الماتش دوت، وان شاء الله ما تكررش في الماتشات الجايه ان شاء الله. كابتن جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.